رح نتوقف مع أول اتصال من الأخ محمد. ألو. أتمنى يصلون الأهلنا بالعراق حتى نتخلص من هاي الغمة اللي موجودة بالعراق ومن هذا الإرهاب من هذا القتل. مألمني كثير، يعني أنا ابني مهندس وقتل لأنه هو ذبح وقتله ودزولي شريط فيديو ويعني على سيدي ودزولي إياه مذبوح ذبح، يعني لأنه كان يعمل هو مهندس، يعني تعرفين ابني الوحيد متأسفة أنا قتلوه، ابني الوحيد قتلوه وذبحوه ابني الوحيد. يعني هذا يعني أنا ربيته مثل الزهرة، مثل الزهرة اللي تتربى، مثل الوردة اللي تربينها. شنو ذنبه أنه كان يشتغل في مع قوات التحالف؟ مهندس، هو مهندس فقط. أخاف أعلن عن يعني أعلن أنه أرد أصير مسيحي أو هذه، لأنه كافي قتل، كافي ذبح. أنا أعرف المسيح، نعرف المسيح ونعرف يعني من جيراننا، من معارفنا، من أصدقائنا المسيحيين اللي موجودين بالمنطقة. وهل وهذه تعرف أخ محمد أنه الله بحبك محبة خاصة وأعد لك مخطط خلاصي بدم المسيح على الصليب لحتى ما تعود أنت تحمل هم الخطية وما تعود تحمل هم الأبدية؟ الله أعد لك الخلاص من الخطية وأعد لك الحياة الأبدية، وما عليك إلا أنك تقبلها اليوم. لك يا ريت يا ريت يا ريت تردد وراي الصلاة. أوكي. إلهي المحب، إلهي المحب، أنا آتي إليك اليوم، أنا آتي إليك اليوم، أفتح قلبي، أفتح قلبي، أسكب محبتك يا إلهي في قلبي، أسكب محبتك في قلبي يا إلهي باسم يسوع، باسم يسوع خلصني من جميع خطاياي، خلصني من جميع خطاياي، اغفر ذنوبي، اغفر ذنوبي، واعطني أن أعيش في رضاك، واعطني أن أعيش في رضاك، أعطني أن أحبك، أعطني أن أحبك، وأحب شعبك، وأحب شعبك، وأغفر لكل الذين أساءوا إلي، وأغفر لكل الذين أساءوا إلي، حتى يلي ارتكبوا أعمال القتل، قتل ابنك، حتى الذين عملوا أعمال قتل. وأنا أشكرك يا رب لأنك خلصتني من الموت، أشكرك يا رب لأنك خلصتني من الموت، وكتبت اسمي في سفر الحياة، وكتبت اسمي في سفر الحياة. ولك الحمد والمجد باسم يسوع إلى الأبد، آمين. ولك الحمد والمجد باسم يسوع، آمين. 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 مبروك عليك الخلاص أخ محمد، والرب يباركك.